أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرسل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العالم. أقرأ في موقع الهيانات انتشار جثث جديدة أغلبها لأطفال ونساء من تحت الأنقاض وسط الموسم. ونطالع في الحياة، ظاهرة الخطف تتمدد وداعش يساوم الحكومة العراقية. نشر في المدى تدخل أمريكي لتأمين طريق بغداد كركوك بعد عجز القوات العراقية. نقرأ في العربي الجديد، النظام السوري يقول إن صاروخين إسرائيليين سقطا قرب مطار دمشق. جاء في موقع الخليج أونلاين، جيش النظام يقصف درعا ويوسع هجومه جنوب غرب سوريا. نتصفح في العرب اللندنية، تجار البازار يحتجون على الغلاء في إيران والعقوبات الأمريكية تعمق أزمة الداخل. ونطالع أخيرا وليس آخرا في القدس العربي، ماتيس يعلن إيواء مهاجرين في قاعدتين للجيش الأمريكي في تكساس. أهلا بكم. ليس مثيرا للاستغراب ما يحصل هذه الأيام في العراق من تطويع للدستور والقوانين لخدمة أغراض السياسيين في مفصل مهم من مفصل الانتخابات التي حصلت أخيرا والتي فاقت ما سبقتها من الخروقات والتزوير الذي هو السمة البارزة في هذه العملية البعيدة عن الضوابط المعروفة في جميع انتخابات العالم الديمقراطي. دكتور ماجد السمري يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الهدف من وراء ذلك هو بقاء ذات الرؤوس والهياكل الحزبية التي تحكمت بمسيرة الحكم منذ عام 2003 وإلى حد الآن. الدستور العراقي الذي صنعه فيلدمان وأوكلت للخبراء العراقيين كتابة تفاصيله حسب ما أملته حاجات الشراكة بين الأكراد والشيعة تم تبطينه بالمتفجرات الطائفية والعرقية، ولم يكتب لصالح بناء الدولة المدنية. وحين عرضت مسودة ذلك الدستور على الاستفتاء الشعبي رفضته أكثر من 4 محافظات عراقية من العرب السنة، إضافة إلى ما احتواه ذلك الدستور من فقرات وبنود قابلة للتأويل بلغ عددها حسب المختصين أكثر من 73، استخدمت لتأجيج الصراع السياسي اللاحق ولتمرير مصالحهم الحزبية، لأنه وضع قواعد النظام وفق تصورات الإسلام السياسي الذي لا يقبلون التنازل عنه، ووصل بهم الحال إلى ارتكاب الكثير من الخروقات الدستورية والسياسية رغم الضجيج الإعلامي الذي يخرجون به أمام الرأي العام العراقي بنقدهم اللاذع لهذا الدستور الملغم. ويتذكر العراقيون كيف تم تطويع المحكمة الاتحادية التي أنشئت خلال ولاية أياد علاوي لتنفيذ أهدافهم في حصر السلطة بيد الأحزاب الشيعية، وسلبت هذه السلطة منه باسمها وبتوقيعها عام 2010 بما سمته حساب الفوز الانتخابي للكتلة الأكبر داخل البرلمان، وكان تفسيراً مهد الطريق لولاية نور الملك الثانية. الكاتب يضيف أن العراق منذ عام 2003 يعيش حالة الأزمات المتوالدة، وهناك غياب حقيقي للدولة والقانون والدستور يتم تكييفه حسب المصالح، ففي مجال الأمن الداخلي مثلا يتحكم السلاح خارج القانون بالشارع البغدادي والعراقي، وكذلك فوضى الاقتصاد والتجارة ونهب الأموال وانهيار القطاع الصحي والخدمي وانهيار القطاع التربوي، إلى درجة قيام وزارة التربية بإلغاء امتحانات المادة الإسلامية لحصول سرقة لأسئلة الامتحان. فأي دولة هذه التي لا تحترم ودستورها الذي صنعته أقلام السياسيين أنفسهم مليء بالألغام مهان، وانتخاباتها مزورة وأمنها غائب وحدودها مباحة أمام الغير. الانتخابات السابقة كلها برمتها برلمانية كانت، أما مجالس المحافظات شهدت عمليات تزوير.
الطبقة السياسية المتنفذة نجحت دائما في لفلفة قضية التزوير بالتوافق فيما بينها وبإعادة تزوير المصالح والمنافع وتبادلها. عدنان حسين يرى في صحيفة المدى أن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في آيار الماضي وإعادة الانتخابات برمتها هو الخيار الأفضل بين عدة خيارات لمعالجة أزمة التزوير واسع النطاق الحاصل في هذه العملية. هذه المرة كان الأمر مختلفاً، فالانتخابات الأخيرة جرت في ظروف تفككت فيها الكتل الكبيرة، وهي جاءت على خلفية انهيار الثقة بالعملية السياسية والمرتكزة إلى المحاصصة الطائفية والقومية. عمليات التزوير في الانتخابات الأخيرة وسابقاتها ساعدت فيها وفاقمتها المنافسة المحتدمة بين القوى السياسية المتنفذة وتكالوا بها على السلطة والنفوذ والمال، فالأحزاب الشيعية تصارعت بضراوة ولم تزل فيما بينها على المناصب الرئيسة في الدولة، وكذا الحال بالنسبة إلى الجماعات السنية والأحزاب الكردية، مما ساعد أيضاً في التزوير في كل الانتخابات أن الهيئة التي عهد إليها بإدارة الانتخابات أي مفوضية الانتخابات لم تكن أبداً مستقلة لتضمن تحقيق العدل والنزاهة وعدم حصول عمليات تزوير في العملية الانتخابية، كما أن قانون الانتخابات نفسه صاغته القوى المتنفذة على مقاساتها لترسيخ نفوذها في البرلمان والحكومة وسائر أجهزة الدولة. فقد سنت صيغة للقانون تمكن الأحزاب المتنفذة من الاستحواذ حتى على الأصوات الممنوحة للأحزاب الصغيرة التي لا تفلح في بلوغ العتبة الانتخابية، وبذا يصبح أثرياء البرلمان انتخابياً أكثر ثراءً بينما يزداد فقراؤه فقراً. الكاتب يرى أن المحكمة الاتحادية التي تم الطعن أمامها في العملية الانتخابية أمسكت بالعصا من الوسط بعدم إلغاء الانتخابات وعدم تثبيتها، وإنما بإعادة العد والفرز يدوياً. هذا القرار هو في الواقع طوق إنقاذ للطبقة السياسية المتنفذة المسؤولة قبل غيرها عن تزوير العملية الانتخابية وعن سائر مظاهر الفشل في إدارة الدولة والمجتمع في العراق عموماً على مدى 15 سنة الماضية. منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية والإعلان عن تحالفات الكتل الفائزة يتوالى يومياً تحالف الليل يلغيه تصريح النهار، وتحالف النهار تهزه اجتماعات الليل وزياراته من دون أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في ليل العراق البهيم، كما يصف الكاتب إياد الدليمي، حيث يرى في صحيفة العربي الجديد أن انتخابات 2018 تبدو الأعقد والأكثر إثارة بين الانتخابات منذ الغزو الأمريكي في 2003، ليس لأنها شهدت تنافسا مثيرا وإنما بسبب حجم التدخلات الكبيرة من القوى الخارجية وقوى إقليمية ودولية، حتى ناهيك عن غياب أدنى رؤية وطنية للتيارات التي فازت على الرغم من كل شعاراتها الوطنية الرنانة. بدأت القصة مع تغريدة لمقتدى الصدر أعقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات، رسم فيها ما يمكن تسميته خريطة الطريق لائتلافه الفائز، معلناً بوضوح أنه لن يتحالف مع الفتح بزعامة هادي العامري، ومستبعداً ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نور المالكي، غير أن كل شيء تغير. جاء قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومعه مجتبى نجل علي خامنئي، فعقدا سلسلة مقابلات واجتماعات تمخضت عن زيارة العامري لمقتدى الصدر، ومن هناك أعلن عن تحالف بين كتلتي الفتح وسائر لتشكيل الكتلة الأكبر قبل أن تتغير المعادلة مرة أخرى، ليعلن الصدر والعبادي ليلة الجمعة الماضية عن تشكيل تحالف بين سائرون وكتلة النصر. تدل الإعلانات المتتالية عن تشكيل تحالف مع هذه الكتلة أو تلك على حجم التدخلات الخارجية التي ما زالت تسير العملية السياسية في العراق، ومن جانب آخر تبرز مجدداً حجم ضياع البوصلة الوطنية لدى أغلب الكتل السياسية العراقية التي ما زالت مرهونة للخارج ولا تملك من أمرها شيئاً، بل لا مبالغة في القول إن عديداً من هذه الكتل السياسية تحول إلى أدوات بيد هذا الطرف أو ذاك. وبحسب الكاتب فإن لعبة التحالفات السياسية في العراق ستبقى واقفة على رمال متحركة تلعب بها أطراف دولية وإقليمية، وأيضا
هناك تناحر خفي يجري بين مختلف الأطراف السياسية الشيعية المشاركة في العملية السياسية، تناحر ما زالت إيران صمام أمانه، ولكن إلى متى؟ لا يبدو حتى الآن أن الجهود نجحت في نزاع فتيل صدام إسرائيلي إيراني، فيما لو شن نظام الأسد وحلفاؤه حربا لاستعادة السيطرة على جنوب سوريا. ذلك أن الالتباسات ما زالت تحيط بموضوع وجود إيران وميليشيات حزب الله في المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل. فايز سارة يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن نظام الأسد وحلفاءه الإيرانيين يواصلون جهودهم لتنفيذ خطة استعادة السيطرة في المناطق الخارجية في درعا والقنيطرة عبر أربعة مسارات. أول المسارات كان نقل داعش من مناطق جنوب دمشق تجاه الجنوب السوري، حيث احتلت مواقع على تخوم السويداء عبر اتفاقات معلنة مع الأخير. المسار الثاني تمثل في تحشيد قوات النظام والميليشيات الموالية لها على المحاور الرئيسية في الجنوب، متجاوزاً الخط الدوري الرابط بين دمشق ودرعا، وشاملاً في ذلك منطقة السويداء، حيث نقل إليها قوات وأسلحة تمهد لفتح جبهة فيها ليوضع قوات المعارضة في درعا بين فكي كماشة لضمان هزيمتها في المعركة المقبلة، بدفعها إلى القتال في جبهة واسعة تشتت قواتها في ظل إمكاناتها المحدودة. وتضمن المسار الثالث اللعب على الوضع الأمني في السويداء بالضغط الأمني ضد المسلحين والإرهابيين بالتوازي مع قصف مدفعي للمدينة من جانب النظام واتهام المعارضة بالقيام به. يتمثل المسار الرابع في شن النظام عمليات عسكرية في الجنوب هدفها تدمير قوات المعارضة وحاضنتها من جهة، وتحريض السكان ضد القوات المدافعة عن الجنوب، خارقاً اتفاق خفض التصعيد الذي كان قد شمل المنطقة في وقت سابق من العام الماضي، وحاز على موافقة أردنية وأمريكية، وأدى إلى وقف عام للعمليات العسكرية هناك. ويختتم الكاتب بالإشارة إلى أن نظام الأسد وحلفائه بما قاموا به ويواصلونه من خطوات يخلقون بيئة عامة تقارب أو تماثل ما كانت عليه البيئة المحيطة بغوطة دمشق عشية الحرب عليها، ويمهدون لحرب شاملة على الجنوب بانتظار اللحظة المناسبة، سواء جاءت في ظل نجاح محتمل للمساعي الروسية بمنع الصدام الإيراني الإسرائيلي، أو بفعل متغيرات في المواقف في مواقف القوى، تحديدا القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في موضوع الجنوب السوري، وهي مواقف مصلحية ومؤقتة يمكن أن تتغير في أي وقت. كل من يقرأ بتمعن مقابلة كوشنر سهر الرئيس الأمريكي والمكلف بتنفيذ صفعة العصر في جريدة القدس يقول الكاتب يكاد يجزم بأن هذه المقابلة لم تقدم شيئا جديدا يختلف عما تسرب من معلومات، وكلها تصب في مربع تصفية القضية الفلسطينية. رشيد حسن يقول في صحيفة الدستور الأردنية إن كوشنر لم يأتي على ذكر الدولة الفلسطينية مطلقا، وإنما جاء حديثه من باب الإشارة إلى مطالبة القادة العرب الذين التقاهم بإقامة دولة للفلسطينيين وعاصمتها القدس الشرقية كضرورة لاستقرار المنطقة. مقابلة كوشنر هي عبارة عن كلام عام وغامض يحمل في ثناياها التهديد للسلطة وسياسة العصا والجزرة بأن يسارعوا بالعودة إلى الاتصال بأمريكا قبل أن يفوتهم القطار. وبكلام أكثر تحديدا، فإن مقابلة كوشنر تركز على ما يسمى السلام الاقتصادي للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة، تستند لطروحات نتنياهو وقبله بيرس عندما تفتح الحدود وأوتوسترادات التطبيع مع الكيان الصهيوني. فيما لو رأت هذه الصفعة النور، كوشنر ومن لف لفه مما يحملون ملف صفعة العصر معنيون بتوسيع شقة الخلافات بين الفلسطينيين وتصفية القضية والحكم على الشعب الفلسطيني بالنفي الأبدي أو العيش في إمبراطورية نتنياهو عبيدا كأقنان روما. ومن هنا فجولات كوشنر المتواصلة وفي هذه الأوقات بالذات تستهدف الضغط على القيادة الفلسطينية، مستغلين فشل المصالحة وتردي الأوضاع المعيشية في غزة. ورغم سوداوية المشهد، إلا أننا متأكدون بأن صفعة العصر
ستفشل فشلا ذريعا ما دام الشعب الفلسطيني يرفض هذه الصفعة، وما دامت القيادة الفلسطينية مصرة ومتمسكة بمواقفها بعدم التوقيع على صك الاستسلام. الكاتب يران كوشنر وغرين بلات ومن لف لفهما من الأمريكيين المتصهينين يستطيعون أن يسرحوا ويمرحوا في المنطقة كما يشاءون، ويستطيعون أن يعقدوا التحالفات وينسجوا المؤامرات القذرة كيفما يشاءون، لكنهم حتما لن يستطيعوا في النهاية أن ينتزعوا اعترافا واحدا من فلسطيني واحد بالموافقة على صفعة العصر. أسفرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية عن مفاجآت عديدة، وكذلك أعطت سلسلة دروس حول حيوية النموذج الديمقراطي التركي تصب في مجملها لصالح الشعب والبلد أيا كانت نقاط الاتفاق أو الاختلاف مع الفريق الفائز والفريق الخاسر. صحيفة القدس العربي ترى في افتتاحيتها أن أولى المفاجآت تمثلت في قدرة أردوغان على حسم الانتخابات منذ الجولة الأولى بعد أن كانت غالبية المعطيات تشير إلى جولة إعادة مع خصمه. المنطق يقتضي أن يكون أردوغان هو الذي يتكبد المقدار الأكبر من الخسارة بالنظر إلى الصعوبات العديدة التي اكتنفت الاقتصاد التركي خلال الأشهر الأخيرة، والأذى الذي لحق بمنظومة الحقوق المدنية وحرية التعبير جراء حملات الاعتقال الواسعة وإغلاق بعض الصحف بعد الانقلاب العسكري. لكن أردوغان لم يتمكن من الفوز منذ الجولة الأولى فحسب، بل تجاوز النسبة التي حققها حزبه ذاته في الانتخابات التشريعية. إن الإقبال على الانخراط في هذه العملية الانتخابية بنسبة تجاوزت 88% أمر يؤكد أهمية الفائقة التي يعلقها الشعب التركي على هذه الانتخابات، وهذه النسبة العالية التي بدأت الديمقراطيات الغربية تفتقدها منذ عقود تعيد التأكيدات على حيوية التفاعل العريض مع التعديلات الدستورية الهائلة التي سوف تدخلها هذه الانتخابات على النظام السياسي والسلطات الثلاث. درس إضافي صنعه المشهد الكردي داخل المكون الشعبي التركي، إذ أفلح حزب الشعوب الديمقراطي في تجاوز عتبة 10% المطلوبة لدخول البرلمان رغم مناخات التوتر والاحتقان التي تخيم على المناطق الكردية بسبب أعمال الإرهاب والنزاع مع حزب العمال الكردستاني. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه من المؤسف أن هذه الدروس وسواها لم تردع غالبية ساحقة من المراقبين في الغرب عن المضي أبعد في الانتقاص من التجربة التركية والتغافل عن حقيقة أن مثالبها لا تطمس انتماءها إلى تجارب وضاءة في مجتمعات مسلمة أخرى مثل باكستان وماليزيا وسنغافورة على سبيل المثال. وبالتالي يبقى السؤال مطروحا، لماذا يكره الغرب هذه الديمقراطية الحيوية مع أن محاسن قوتها وعواقب ضعفها لا تنعكس على المحيط الإقليمي وحده بل تخص توازنات العالم بأسره؟ نحو الصين، حيث بدأت الصين في التجسس على سكانها بواسطة طائرات درون عالية التقنية والتي تحاكي شكل الطيور الحقيقية بحسب ما ذكرت تقارير محلية صينية. وبحسب موقع الخليج أونلاين فإن تلك الجواسيس الصغيرة تم إطلاقها في الجو من قبل 30 وكالة حكومية وعسكرية، ويبدو شكلها مقنعا للغاية لدرجة أن الطيور الحقيقية تطير بجوارها. تم تزويد الجواسيس على شكل الطيور بكاميرا وهوائي جي بي اس ووصلة بيانات لتوصيل النتائج التي حصلوا عليها. وذكر الموقع أن الطيور
هادئة وتحركاتها مقنعة للغاية، ما يجعل من الصعب رصدها وكشف حقيقتها على الأرض. هذا وأكدت الشركة أن البرمجيات من تطوير إحدى الشركات الإسرائيلية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي، ويعتقد العلماء أن هذه الطيور المتجسسة تملك إمكانات جيدة للاستخدام على نطاق واسع في المستقبل. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.